لم تذهب لوطنها إلا مرة واحدة فقط في حياتها. ترى من هي مذيعة الجزيرة السمراء؟ من هي ميادة عبدو؟ سأحكي لكم حكايتها. أنا هايدي يسري وهذا ملخص القصة. مذيعة وإعلامية سودانية تعمل في قناة الجزيرة من خلال تقديمها لنشرات الأخبار والبرامج السياسية وبرامج أخرى مثل لقاء اليوم ولقاء خاص والنشرة التفاعلية نشرتكم. ولدت ميادة عبدو في 11 من مارس أذار عام 1983 في ليبيا، وهي تنحدر من حلفة في قرية إشكيت السودانية. عاشت مراحلها الأولى في ليبيا بحكم إقامة والدها الذي يعمل مهندسا هناك، حيث تلقت تعليمها في طرابلس حتى نالت الماجستير في جامعة الفاتح في كلية الفنون والإعلام. عملت سابقا إعلامية في ليبيا في عدة قنوات ليبية، كانت منها الإذاعات المسموعة مثل إذاعة طرابلس المحلية وراديو الليبية، وقنوات تلفزيونية مثل قناة الجماهيرية التلفزيونية الرسمية وقناة الليبية والشبابية وقناة ليبيا المنوعة، ثم في قناة الشرقية. فكرت في دخول مجال الإعلام بعد فوزها بتقديم فقرة في مناسبة إذاعية عام 2000، وبعدها واصلت التجربة الإذاعية كي تعمل في إعداد وتقديم برامج الأطفال، ثم انتقلت بعد ذلك لتقديم برامج ثقافية واجتماعية بالإضافة إلى نشرات إخبارية على الراديو. في عام 2005 انتقلت إلى التلفزيون وبدأت العمل كصحفية ومذيعة أخبار وبرامج سياسية حتى عام 2011 في ليبيا، لتنتقل بعدها لقناة الشروق كمذيعة أخبار من استوديوهات دبي لمدة 40 يوماً، إلى أن انضمت في عام 2012 لقناة الشرقية الإخبارية التي تهتم بالشأن العراقي في دبي، وتحولت معها إلى مقرها في لندن. كانت ميادة قد انضمت إلى قناة الجزيرة القطرية بعد أن أخضعت لخمسة امتحانات قبول، أولها كان معاينة، وبعدها قدمت للدوحة، ثم عرض بايلوتات من أعمالها السابقة وأجريت بعد ذلك بروفات للتكيف على نمط استوديوهات القناة في الدوحة. بذلك تكون ميادة عبدو امتداداً للسودانيين الذين انضموا إلى شبكة الجزيرة القطرية، كان أبرزهم الزبير نايل، فوزي بشري، محمد الكبير الكتبي، وأمير صديق، وعمار عبد الرحمن، وعمار الشيخ. أما عن حياتها الشخصية وعن ارتباطها بموطنها الأصلي فتقول ميادة عبدو: لم أتمكن طوال حياتي من رؤية السودان إلا مرة واحدة فقط لتحية الأهل، حيث مكثت 60 يوما فقط، فظروف الدراسة والعمل حالة دون ذلك، لكنني دائما أعرف نفسي بأنني سودانية قلبا وقالبا. قالت المذيعة في قناة الجزيرة إن علم الأطفال كان علمها بامتياز، وهو بداية تجربتها في العمل الإعلامي، لكن اهتمامها بالقضايا الإنسانية هو ما جذبها أكثر إلى عالم السياسة والأخبار. لميادة عبدو اهتمامات أخرى، فهي تهتم برياضة التنس ومارستها كثيرا، لكنها انقطعت عنها بسبب مشكلة صحية في الركبة، بينما تواظب على القراءة والاطلاع التي تفيدها كثيرا في عملها الإعلامي، لا سيما الشأن السياسي. يقال لكل صناعة مهاراتها التي تمكن من ينخر عباب بحارها من النجاح، ومن لا يأخذ أدوات المهنة لا يتوقع منها أن يخوض غمارها بنجاح. أما لو كانت هذه الأدوات قدرات لغوية ومهارات ثقافية، فإن تحقيق النجاح لن يأتي بالطبع على بساط مخملي. أتتفقون؟